مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عربود وجديد الاخبار العربيه والعالميه. جوري ازيك؟ ازيك يا خليل واهلا بحضراتكم، وخلينا نبتدي حلقه النهارده. اليسا تتسلح بالجيش الاليساوي. جيش اليساوي بامتياز. تامر حسني يثير قلق جمهوره بعد تعرضه لوعكه صحيه. لما تطبل فوق راسك اديها انت كمان تسقيف. مهند يسير على خطى السامو زين. ماجي بوغصن ترد على الهجوم الموجه ليها. انا عنيده. نقل سيلينا جوميز لمصحه علاج نفسي. عربود يخترق كواليس تصوير فيلم زنزاله 7. الفيلم مليان تفاصيل كتير. فندق نولينسكي احدث مقصد للمشاهير في باريس. We are happy to welcome everybody at the Nolinsky. بحضور مجموعه من اشهر رموز الفاشن على وسائل التواصل الاجتماعي، انطلقت فعاليات مؤتمر الموضه والجمال سامبلي دبي. الهدف من المؤتمر هو التعريف برواد وعشاء الموضه في منطقه الخليج، والمقام للعام الثالث على التوالي كجزء من مهرجان عالم من الازياء. سامبلي من ابرز الفعاليات اللي بتنظم سنويا في عدد من المدن الامريكيه زي لوس انجلوس ونيويورك وشيكاغو، وابرز المشاركين في فعاليه هذا العام كان مصمم ازياء المشاهير لو بروتش. I'm really happy and I think the mix of talent that they were able to bring down everybody, you know. لو بروتش مشهور ببراعته في هندسه الصوره الشخصيه للمشاهير، وكان سر شهرته التحول الجمالي اللي حصل في ستايل النجمه سيلين ديون. سيلين ديون is a true fashion girl. Like she loves fashion, so and she pushes me, so working with her is just kind of like one of the best things that ever happened to me in my career. وبما انه تعامل مع كتير مع مشاهير هوليوود زي زندايا واريانا جراندي وجيسي جي وروبي روز، حبينا نساله عن وجهه نظره في عالم الفاشن العربي. Again, what I've seen so far is great. I think that you can obviously tell that people in Dubai love fashion. كمان حضرت ليليت كاردانيان، وهي واحدة من أبرز خبراء التجميل في العالم، وعندها أكتر من مليون فولورز على الانستغرام. Had a fan base in Dubai for a long time, but I didn't want to just come and give a class. And you know, I'm more of a brand owner now, so it was more about just being able to educate people. So I'm so happy I was able to do that on this platform today. وكمان حبت إن هي توجه نصايح لخبراء التجميل في الوطن العربي. I think they just do such a beautiful job with their eyes. I think it's more about balancing the makeup, because even in LA we love makeup, and sometimes because we love it so much we just want to add everything, but it's about focus. So whether you're focusing on the eyes, are you focusing on the lips, are you focusing on the skin? So I think the focus and bringing the minimalism back, but with in, you know, with a sexier version of it, I think. بس يا ترى المشاهير العرب على خريطة طموحاتهم أم لا؟ هيفا؟ Can I say Hyfa? I love her. I think she's gorgeous. So. It's always hard to say what celebrity you want to work with, because those celebrities already have stylists, and it's a little disrespectful to say I want to work with your client. في القاهرة سادت حالة من القلق بين عشاق تامر حسني، اللي فجأة أعلن على صفحته الرسمية إلغاء إحدى حفلاته بعد تعرضه لوعكة صحية في الأحبال الصوتية. ويمكن دي المرة الثانية اللي بيواجه فيها تامر نفس المشكلة، لكن لحد دلوقتي مش عارفين إذا كان هيواصل العلاج ولا هيضطر اللجوء لإجراء عملية جراحية. ده اللي نعرفه من منتجه ومنظم حفلاته وليد منصور. المنتج وليد منصور من أقرب أصدقاء تامر، وكمان هو المسؤول عن تنظيم حفلاته بجانب أنه منتج فيلمه الأخير البدلة، وكان حريص أنه يطمن الجمهور على حالة تامر الصحية. لا هو تعرض طبعا لنزلة عنيفة شوية والتهاب حد في الأحبال الصوتية مع كام حاجة بسيطة كده، بس الحمد لله يعني الحالة ابتدت تستقر. لما تطبل فوق راسك اديها انت كمان تسقيف، وان شاف كده وصل بطولك ما تبينش ان انت ضعيف. رغم الأزمة الصحية اللي مر بيها تامر، لكنها مش هتأثر على جدول حفلاته الفترة اللي جاية. هو اوريدي تامر كان واقف يعني 3 اسابيع او شهر عشان سافر بره مصر، فيمكن دي جت في نفس الوقت ان شاء الله ما تاثرش. هو بس هو اعتذر غصب عنه طبعا يعني، فهو اوريدي اول شغل اليوم 16/11 في الجامعه الامريكيه ان شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ حلوه البدله. لا بص الزرارين دول بقى. طب مش عايز تحكي لها على ذكرياتك وانت طفل؟
ومع تحضيرهم لجزء تاني من فيلم البدلة اللي حقق جزء الأول نجاح كبير وتصدر إيرادات موسم عيد الأضحى، كشف وليد منصور عن سر استبدال مخرج الجزء الأول مندو العدل بالمخرج خالد مرعي. فيش لا خالص، يعني شايف إن الفترة دي كمان أستاذ محمد العدل عنده ارتباط مع هنيدي بحاجة، فمش هيبقى في نفس الوقت فاضي، وأنا دايما بحب يبقى عندي كل حاجة أعملها مع حد جديد، يعني باخد خبرات منهم بس مش أكتر. ويرحم عذابي عذابي اللي أنا عايش فيه. بعد الفاصل هتخجل ماجي بغصن من الفقر في طفولتها؟ أكيد ما بخجل أبداً. إليسا توجه رسالة للسيدات. السرطان إذا كان مبكر ما بتحس فيه، ما بتوجع. كيف عانش تعتلي توج يتحول لبلطجي؟ شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي في العالم، واللي فيه بيزيد الدعم والاهتمام بمرضى سرطان الثدي. ويمكن في الفترة الأخيرة كانت إليسا من أشهر الداعمين ليهم بعد خوضها لنفس التجربة. واستمراراً لمساندتها لمرضى سرطان الثدي، شاركت مؤخراً في الحملة الوطنية للتوعية ضد المرض. ابتسامة ما بعد المعركة، بهالجملة علقت إليسا على الصورة يلي نشرتها بإنستغرام من حفل الحملة الوطنية للتوعية من سرطان الثدي 2018، ويلي تعينت فيه سفيرة للتوعية من المرض الخبيث. أكيد بتشرف أن أكون سفيرة هالحملة، خصوصا أنه حدثت اللي قدمت أو عمل بالموضوع. بدك قرب لحد. والحملة برعاية وزير الصحة اللبناني، والاحتفالية حملة اسم مشوار ما بينتسى. من خلال حملة التوعية اللي عملوها أصلا قبل وزارة الصحة واللي عملها الوزير هلأ، من قلنا أنه ما بقى في شيء بيخوف، يعني السرطان إذا كان مبكر ما بتحس فيه، ما بتوجع، وإذا ما عملت فحص مبكر ما رح تعرف. وكانت طوال الحفل عفوية جدا، والتقطت مع الحضور الصور التذكارية، ونشرت عدد من الصور بحساباتها بتويتر وإنستغرام. جيش اليساوي بامتياز. اكبر منه؟ ما في اكبر من هيك جيش. شرفي ما في اكبر من هيك حب. وتم تكريمها وتسلمت جائزة وكأس الحملة، واصبحت كلماتها ملهمة لكل النساء. بقول اول شيء، اول ما تعرف، اول اذا بتعرف كثير عبكير كمان في صدمة، بس الشغلة الإيجابية لما بتعرف إنه بس يكون early stage، أوقات ما بتضطر إنه تعمل شيميوثيرابي، إنه بتكتفي بعملية وجلسات راديو اللي هن كمان أكيد مش هينين، وحتى في بريكوشن وعلاج هرموني، بس كله منه شيء قدام الشيميوثيرابي. من بعد شفائها تحولت إليسا لأيقونة من أيقونات مكافحة مرض السرطان. أنا دايماً أنا قلت أنه أنا أصحابي عائلتي، حتى اضطريت شفت بسيكياتر، أنه التجيت لك يعني لكل حدا أنا بحاجة له كرمال أقطع وأتخطى هالمرحلة، وتخطيتها وبقول قضيت عليه. تمنيتنا لإلها ولكل النساء الصحة والسلامة. معنا خبر مش حلو من هوليوود، لأن بعد خبر جواز جاستن بيبر من هيلي بولدوين، أصيب سيلينا جوميز بصدمة ودهورت حالتها النفسية بعد سماع الخبر مباشرة. الهيئة أن سيلينا جوميز أصبحت عم بتقضي وقتها بالمستشفيات أكثر من منزلها، فبعد حجزها بإحدى المراكز الطبية بمدينة لوس أنجلوس أواخر سبتمبر الماضي بسبب الانخفاض الحاد بعدد خلايا دم الأبيض، نقلت سيلينا هالمرة إلى مصحة علاج نفسي بسبب تعرضها لانهيار عصبي من أيام قليلة، وقيل أنه سبب سوء حالتها النفسية هو الزواج المفاجئ لصديقها السابق جاستن بيبر من هيلي بولدوين. The future that we hold is so unclear, but I'm not alive until
فيما بتقول بعض الأخبار أن سوء حالتها النفسية بيرجع لتدهور حالتها الصحية وانخفاض عدد خلايا دمها البيضاء، وهذا مؤشر سلبي خاصة من بعد خضوعها لعملية زراعة كلى من صديقتها المقربة فرانسيس العام الماضي. وبتخضع سيلينا حاليا لعلاج سلوكي صمم خصيصا لمنع التفكير السلبي، فيما بيلتف حولها جميع أفراد أسرتها وأصدقائها لمساعدتها على تحسين حالتها النفسية. ومن وقت انتشار الخبر قام جمهور سيلينا بإطلاق هاشتاغ pray for سيلينا للدعاء لها بالشفاء العاجل، وكانت كاردي بي صرحت أنها بتقوم بالصلاة والدعاء لسيلينا لتجاوز أزمتها، فهي بتشوفها فتاة جميلة ولازم أنها تكون أكثر قوة. كذلك فانيسا هاجنز يلي بمجرد سماعها بالخبر ذهبت لرؤية سيلينا يلي تعتبر من أقرب أصدقائها. كما صرحت مصادر مقربة من جاستن بيبر أنه بيشعر بالذنب وتأنيب الضمير من وقت ما عرف بالخبر. You got me sipping on something I can't compare to nothing I've ever known I'm hoping. وكانت سيلينا قررت اعتزاز السوشيال ميديا آخر الشهر الماضي من خلال بوست نشرته على حسابها بإنستغرام يلي بيضم 144 مليون متابع. بعد الفاصل، رومانسية وروحانية عنوان لفندق نورينسكي. There is a very mystical and mysterious atmosphere. We are in the dark. عربوت داخل كواليس تصوير زنزانة أحمد زاهر ونضال الشافعي. منصور العي وحربي الكومي الاثنين بيضربوا. كيفان شتادلي توك يصدم الجمهور بإطلالة البلطجي. تيموثي شالامي الفتى المدلل بهوليوود بيعيش فترة مزدهرة حالياً من بعد ترشحه لجائزة أحسن ممثل بالأوسكار العام الماضي عن دوره بفيلم Call Me By Your Name مع أرمي هامر، وتم الإعلان مؤخراً أنه الفيلم رح يكون له جزئين آخرين، وصرح شالامي أنه رح يكون متواجد بنسبة 100% مع أرمي هامر. What things that matter? White noise, what an awful sound. You know what things? وبيحتفل حاليا شالامي بافتتاح احدث افلامه بيوتيفول بوي والمأخوذ عن احداث حقيقيه، وبيأدي فيه شخصيه نيك شاف وهو مراهق مدمن. الفيلم بيجسد رحله المعاناه اللي بتمر فيها عائلته وخصوصا والده ديفيد واللي بيقوم بدوره ستيف كاريل، والفيلم من اخراج فيليكس فان جرونيغن. Who are you, Nick? This is me, Dad. Here, this is who I am. وعلى الرغم من سلسلة النجاحات يلي بيعيشها وأعماله المقبلة مع مخرجين كبار كوودي ألين ودينيس فيلنوف، بتضل المخرجة غريتا غيرويك هي الأقرب لقلبه من بعد ما صرح أنه رح يوافق على أي عمل تطلبه فيه كونه بحب التعاون معه، وذلك من بعد مشاركته ببطولة فيلمه الأول كمخرجة ليدي بيرد أمام سورشا رونن ولوري ماتكالف، وترشح الفيلم لخمس جوائز أوسكار نسخة الماضية. Lady Bird, is that your given name? Yeah. Why is it in quotes? I gave it to myself. It's given to me by me. Lady Bird always says that she lives on the wrong side of the tracks, but I always thought that that was like a metaphor. But there are actual train tracks. ورح يكون تعاونهم الثاني بفيلم جديد بعنوان Little Woman. هالفيلم مأخوذ عن عمل أدبي كلاسيكي ومن تأليف لويزا ماي ألكوت. الفيلم بيتم تصويره بولاية ماساتشوستس مكان كتابة الرواية، ورح ينضم تيموثي لفريق عمل الفيلم لبدء تصوير مشاهده يلي تأجل تصويرها بسبب انشغاله بفيلمه الأخير Beautiful Boy. قصة الفيلم تم تقديمها أكثر من مرة بنفس الاسم، وأشهرها كانت نسخة 1933 من بطولة كاثرين هابرن،
ونسخة عام 1994 يلي كان بيقدم فيها ممثله المفضل كريستيان بيل نفس الدور يلي رح يقديه هو بالنسخة الجديدة. Waited my whole life to be kissed. And what if I miss it? I promise to kiss you before you die. وخلونا دلوقتي نروح معاكم للجولة داخل كواليس تصوير فيلم زنزانة 7 اللي مشغول بيه دلوقتي أحمد زاهر ونضال الشافعي. المشاهد الأولى للفيلم كانت في إحدى الشركات على طريق اسكندرية الصحراوي في منطقة الحزام الأخضر. أنا منصور منصور العايق، هو شغلته عايق عايق في نفسه كده، وممكن يبقى عنده مشكلة مع القانون يعني شوية، وده اللي بتشوفه بقى في خلال أحداث الفيلم. يعني هو أحلى حاجة في الفيلم دوت اللي عجبني فيه أساسا لما يعني أستاذ حسام موسى المؤلف عرضه عليا، أنه الفيلم مليان تفاصيل كتير، لو كل واحد فيهم ليه حدوته فهو فيلم زخم، يعني فيه زخم من الأحداث ومن الأكشن ومن القصص والحواديت الكتيرة جدا. والمؤلف حسام موسى كشف لنا أكتر عن طبيعة الشخصيات في الفيلم. كل شوية الجمهور هيبقى عنده تساؤل وهيكتشف حاجة ويفتكر انه فاهم، وبعدين يكتشف حاجة تانية، اللي هو بنسميه تويستات، هو قائم طول الوقت في كشف حاجة جديدة طول الأحداث من عند كل شخصية من الشخصيات. الشخصية مش بتبدأ زي ما بتنتهي. أما حرب الكومي أو أحمد زاهر حكالنا عن دوره شوية. حرب الكومي حرب الكومي يعني هو هجام مجرم، بس له تفاصيله طبعا انا مش قادر اتكلم عليها علشان ما احرقش العمل. هو فيلم حلو قوي، زنزانة 7، وهو بطولة مشتركة ما بيني وما بين اخويا وحبيبي وصديقي نضال الشافعي، وبيشاركنا البطولة بقى مجموعة كبيرة من الفنانين. منصور العايق وحرب الكومي، مين هيضرب مين؟ منصور العايق وحرب الكومي الاثنين بيضربوا الاثنين بيضربوا بعض جامد، اصحاب بس بنحب نضرب بعض في الافلام يعني. والإنتاج ودوره أنه يطلع الفيلم أكشن بجودة عالية زي الأفلام الأجنبي بدءا من تدريب الممثلين. إحنا جايبين فريق أجانب مع المصريين عشان نطلع صورة للمشاهد أو اللي بيجي يخش السينما فعلا الفيلم مصروف عليه، والفعلا الأكشن أكشن مش حاجة مصطنعة ولا حاجة فبركة، وكل حاجة حقيقية على فكرة، يعني تكسير حقيقي، الانفجارات حقيقي، العربيات اللي هتولع حقيقي، مفيش جرافيك خالص. الفيلم هيتصور في 3 أماكن: القاهرة، شرم الشيخ، والغردقة. أنا بعمل شخصية اسمها فضل، هو هجام خارج من السجن من فترة قريبة، نهجم على حاجات، نسرق حاجات، مش عايز برضو أحرق تفاصيل الفيلم. وأخيرا المخرج الشاب إبرام نشأت سرقناه من ورا الكاميرا لحظات. مبسوط والله، فيلم مهم في حياتي، مبسوط إن أنا بشتغل مع ممثلين مهمة وناس متحمسة وشاطرين جدا. بعد طرح الإعلان الدعائي للفيلم التركي لأعمال المنظمة 2 اللي بيقوم ببطولته كيفانج تاتليتوج، واجه سيل من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وده بعد انتشار صورة شخصية البلطجي اللي بيجسدها. المتابعين أشادوا باللوك اللي ظهر بيه كيفانش، وأكدوا أنه بيحاول دايماً يظهر في كل دور من أدواره الفنية بشكل مختلف. كمان تصدرت صوره من الفيلم جميع الصحف التركية، وسألوا الجمهور هل تعرفتم عليه بسهولة؟ فيلم الأعمال المنظمة 2 فيلم أكشن هيعرض في شهر يناير 2019، وهيقوم فيه كيفانش بشخصية ساروهان زنجير الملقب بساروهان الأشقر. دي مش المرة الأولى اللي بيظهر فيها كيفانج أو مهند بلوك مختلف عن شكله اللي الناس كلها تعودت عليه، وكلنا فاكرين مشاركته في مسلسل إيزيل كضيف شرف في عدد من الحلقات بدور سكيز، واللي ظهر فيه بوجه مشوه ووزن زايد عن وزنه الطبيعي. وقدر بعدها يفقد 24 كيلو من وزنه خلال ظهوره في فيلم حلم الفراشة، واللي أدى فيه دور شاعر مصاب بالدرن، وفقد كتير من وسامته في ظهوره بالدور ده. هو
وما ننساش دوره في مسلسل العشق الممنوع واللي ظهر فيه بإطلالة مختلفة تماما عن بقية أعماله، ومنها مسلسل كورت سعيد أو الشمال والجنوب، وآخر أعماله التلفزيونية الجسور والجميلة. من ناحية تانية بيحضر كيفي أنجل العودة للتلفزيون بمسلسل جديد بعنوان الاصطدام مع التشين سانجو، وظهر كيفي أنجل في البوستر الأول للمسلسل بشكل جديد. ماجي بوحسن تستمد شخصيتها من الطبيعة. طبيعة بتذكرني بطفولتي. فندق نولينسكي أحدث مقصد للمشاهير في باريس. We are happy to welcome everybody at the Nolinsky. شهدت مدينة باريس الساحرة قطعة مميزة جديدة للترويج للسياحة هناك من خلال فندق نولينسكي اللي أصبح مقصد لعدد كبير من رواده منذ العام الأول. وخلال جولة بلال العرب بالفندق قدر أنه يبرز لنا مدى تميز المكان بروح رومانسية والروحانية. على الرغم من حداثة هالفندق الفايف ستارز لأنك بمجرد دخولك تشعر بالفخامة، فهو بيقع بقلب العاصمة الفرنسية باريس، الأمر يلي بيخلي إجازتك مريحة وبيخليك قريب من أغلب الأماكن يلي ممكن أنك تفضل تزورها. So the Nolinsky Hotel opened 2 years ago, so it's a pretty new hotel. It's a very positive point for us to be located in the very heart of Paris, between the Louvre, the Opéra Garnier. We have a shopping area a few meters from the hotel as well. وقد استعانت الشركة المالكة له بواحد من أفضل المعماريين بالعالم لتصميمه وهو جان لوي دونوا. ورغم قلة عدد غرف الفندق فهو بيحتوي على 45 غرفة منهم 9 سويت، إلى أنه تصميمه جاء مريح وأنيق فبتشعر بأنك داخل شقة باريزية راقية. The Nolinsky is a Parisian hotel. The designer is a French designer called Jean Louis Dogneau. We chose him because we wanted the Nolinsky to be more like a home for guests than a hotel. وهو من الفنادق القليلة يلي بيوجد فيها كتيب لشراء الأثاث يلي شفته بالغرفة بيناسب ذوقك لاقتنائه بمنزلك، كما أنه الباثروم الموجود بالغرفة مزين بالكرارة ماربل، والأتموسفير الموجود فيه بيختلف عن أي فندق آخر موجود بباريس. The Nolinsky is appropriate for all type of clients. It's a romantic place. It can be appropriate for business travelers, families. And of course, it's pet friendly, and we are happy to welcome everybody at the Nolinsky. وبيحتوي الفندق على العديد من الفاسيليتيز لراحة النزلاء كالمطعم، البول وغرفة المساج، بالإضافة لسبا يلي تم اختياره كواحد من أفضل سباز بأوروبا ويلي بيستخدم أفضل الماركات العالمية فيه. The spa is a very special place also at the Nolinsky. There is a very mystical and mysterious atmosphere. We are in the dark, so it's very relaxing and it allows our guests to be in total disconnection from the outside world. You forget about everything, about where you are, what time it is it winter, summer, you forget about everything and you get totally disconnect. فما تتردد انه يكون وجهتك القادمة للاستمتاع بكل شيء اثناء قضاء عطلتك بباريس. ولسه مكملين كلامنا مع ماجي بوغوسن اللي قررت ان هي ترد من خلالنا على كل الانتقادات اللي اتوجهت ليها في الفتره الاخيره. وكمان ماجي ما اتكسفتش انها تفتح مع زميلنا راغب حلاوي ذكرياتها القديمه واتكلمت عنها وعن الالم اللي عاشته في طفولتها. يو
يوم ما هيك مرفقينك بنهار بالطبيعة، قد ايه بتحبي الطبيعة؟ قد ايه بتشبهك؟ كثير. أنا طفولتي أنا ربيت بالطبيعة، يعني بيقولوا لي أهلي من لما كنت في الصبح أنا وصغيرة، يعني من الست الصبح أرجع على البيت الساعة 9 بالليل، هيدا الشيء لأولادنا فاقدينه للأسف. الطبيعة بتذكرني بطفولتي، بنبسط فيها وبتحزنني لأنه صرنا عايشين بكومة حجار. شو عجبوا فيها طمعنا بمصرياتي؟ حبتي الكرمان اللي عطيتيني إياها، خليتني أسمع أفكار النسوان. بدي أطلع أنا وياكي هيك بالطبيعة، الشمس بشو بتشبهك أو بشو بتخدي منها؟ الشمس بتشبهني بالوضوح، بقول لك الشمس شارقة والناس قاشعة، بتشبهني بالوضوح بحسناتي وبسيئاتي، حتى بأغلاطي أو إذا بدي أغلط أنا ما عندي مشكل إني أغلط، فبتشبهني الشمس بالوضوح. الصخر اللي عم نشوفه هون بالعند. أنا عنيدة، إذا بقرر إنه بدي شغلة كيف يقولوا يعني بيحفر بالصخر، أنا كل حياتي عم بحفر بالصخر، لو ما حفرت بالصخر وكنت بشبهه ما كنت واقفة معك هلا. عويزة صعب يعني؟ مين قال لك إنه نسوان مش عوية؟ خليني أقول لك إنه أنا رح أعطيكي صفة من الشجرة وهي إنك مثمرة، ودائما الشجرة المثمرة تراشق بالحجارة، حتى قد ما كنت دبلوماسية أكيد بنلاقي في عليها هجوم ماجي أكيد بيخترعوا لها مواضيع. صح. شو بتقولي عن هذا الموضوع؟ بقول هيدا شيء طبيعي إنه الشجرة المثمرة هي اللي ترشق بالحجارة، وأنا نفس الشيء كنت من زمان اتضايق، هلأ صرت بشفق أكتر ناس بيجي بقول خليني أشوف ليش فلانة كاتبة هيك، طلع على وضعها على الباك جراوند تبعها على كل شيء، بتلاقي إنه يعني بتحس إنك بدك تعبطها. شو يا مان؟ الشباب بيقدروا يعملوا هيك؟ تجربة التعنيف قد ايه قوت ماجي؟ أكيد قوتني، صدمتني بمرحلة، لأنه أنا تربيتي مع أهلي كنت شايفة لفي أون روز، بس كلها ناس بتجنن وربيانة بتضيعها مع الأهل والأحباب والأصحاب، شفت الشر بحياتي لأول مرة، عملت شوك. أكيد قوتني أخذ احتياطاتي بالدنيا وكون قوية وما أوقع بأي موقف، لو وقعت أرجع أوقف، يعني ما أستسلم لهيدا الشيء. أنا ما بتقبل العنف بجميع أشكاله، الجسدي المعنوي أي تعنيف كان، يعني أنا إذا بست تصوير اللي بيعملنا فنجان قهوة، إذا اللي حدي أخذ فنجان القهوة ما قال له مرسي حبيبي يسلموا إيديك بتضايق. جايين نتطوع بالدفاع المدني. كنت عم تقليلي عن طفولتك، الطبيعة اليوم اللي نحن موجودين فيها بتذكرك بطفولتك، تخجل إنك كنت فقيرة؟ أنا ما بعمري كنت فقيرة، عشت بعائلة على أيام ما كنت أنا صغيرة كان في ثلاث طبقات بلبنان، فقير طبقة متوسطة وغني، نحن أهلي كانوا من الطبقة المتوسطة، يعني عايشة مرتاحة معهم كل شيء، بس لو كنت فقيرة أكيد ما بخجل أبدا، بالعكس لأنه أنا ما بوقف مطرح ما وصلت وبستحق أطلع لورا، بالعكس بوقف مطرح ما بلشت بقول ليكو أنا شو أنجزت، وكل إنسان لازم يفكر بهيدي الطريقة، وكل إنسان عاش هيدي المرحلة لازم يطلع ويقول مصاري ما بتعمل بني أدمين. بحب التمثيل كتير، التمثيل عم يمشي بدم. الحياة بالنسبة لإلي دراما. شاركك هذا الشو ودراما بالنسبة لإلي حياة. خلصت حلقتنا للنهاردة، ما تنسوش تتواصلوا معنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا أو على روتانا.net. شكرا للمتابعة واستنونا في حلقة بكرة.